أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومعا وإياكم أخواني الكرام نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا واياكم في حديث الفجر في قناه الفجر ومع الموسم الثامن باذن الله عز وجل مع سلسله هذا الحبيب يا محب نعم انه الحبيب حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام حبيب قلوبنا بل نور ابصارنا بل هو كل حياتنا نعم انه الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام الذي احبه الله عز وجل من عليائه الذي بشر به الانبياء انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره التي تحيي القلوب بل تسعدها بالله نعم انه الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام الذي يجب علينا ان نعرف سيرته وان نحفظها وان نعلمها باذن الله تعالى سيكون هذا موسم نتحدث به عن اشراقات في حياه النبي عليه الصلاه والسلام في مولده في حياته في هجرته في اسرائه ومعراجه في صحابته مع اعدائه مع كل شيء يخص النبي عليه الصلاه والسلام. نتحدث واياكم في هذا اليوم عن ميلاد المصطفى عليه الصلاه والسلام. انه اليوم الاغر انه اليوم المبارك الذي سعدت به الدنيا باكملها في ميلاد المصطفى عليه الصلاه والسلام في اثنين ربيع الاول 12 ربيع الاول من عام الفيل هذا العام الذي كان عام الخير لهذه الأمة كيف لا والله عز وجل أرسله رحمة للعالمين ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أب وأم من نكاح شرعي بفضل الله تعالى فأبوه هو عبد الله عبد الله ابن عبد المطلب نعم وكذلك الحال أمه آمنة بنت وهب نسبهم معروف وشرفهم معروف إنه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولد يتيما فقد مات ابوه وهو في بطن امه. نعم وقد سمي النبي عليه الصلاه والسلام ابن الذبيحين. كيف لا؟ وقد كان الذبيح الاول هو والده عبد الله الذي عندما كان لعبد المطلب لم يكن له ولد واراد ان يحفر بئر زمزم فتمنى على الله ان ياتيه بالولد ثم اقسم فقال: والله ان اعطاني الله عز وجل عشره من الولد لأذبحن واحدا قربة لله تعالى فأعطاه الله عز وجل عشرة من الولد ثم اقترع بينهم فكانت القرعة علمين على عبد الله وكان يحب عبد الله حبا عظيما فالمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفي كل مرة كان تأتي القرعة لعبد الله وكان لا يريد أن يضحي بعبد الله سبحان الله فاقترحوا عليه أن يفديه بمئة ناقة فذبح مائه ناقه فداء لمين لعبد الله لان الله تعالى يعلم انه من نسله سيكون محمد عليه الصلاه والسلام ثم كان الذبيح الثاني هو اسماعيل ابن ابينا ابراهيم عليه السلام جدنا اسماعيل نعم الذي عندما راى رؤيا والده في المنام سيدنا ابراهيم قال اني ارى في المنام اني اذبحك ففداه الله عز وجل بكبش عظيم فكان يسمى ابن الذبيحين النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا فإن أمه قد قال حملت به ولم تشعر بمعاناة الحمل أبدا سبحان الله كذلك الحال تقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأت أمي حين ولدتني قال ماذا رأت قال رأت أمي رؤيا أنه أتاها أحامل فقال اتاها ات فقال لها انك حملت بسيد هذه الامه فاذا وضع في الارض فقولي اعيدك بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمد وان اسمه في التوراه احمد يحمده اهل السماء واهل الارض سبحان الله العظيم ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام عن نفسه قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشر عيسى ورات امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاء له قصور الشام. سبحان الله العظيم هذا النبي عليه الصلاه والسلام من اول حمله خفيف انه النور الذي اتى لهذه الارض ولهذه الدنيا باكملها. سبحانك ربي سبحانك ما اعظمك. النبي عليه الصلاه والسلام ولد ولد مقطوع السره. والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ولد مختونا عليه الصلاة والسلام إذا جاء نقيا جاء طاهرا بأمر من الله عز وجل وكان ميلاده خفيفا بفضل الله عز وجل وفرحت به أمه فرحا عظيما وفرح به أعمامه فرح به جميعا لماذا؟ لأن أباه كان قد توفاه الله فسبحان الله العظيم فكان لهذا الغلام معزة كبيرة أنه في يوم ميلاده كان في هذا اليوم كان في هذا العام هو عام الفيل الذي جاءت الفيلة بقيادة إبراهيم الأشرم جاءوا ليهدموا الكعبة سبحان الله العظيم أبرهة الأشرم جاءوا ليهدموا الكعبة ولكن الله عز وجل قد قذفهم ورماهم بحجارة من سجيل ترميهم من فوق السماء بطيور كانت مرسلة من عند الله عز وجل فدحرهم الله عز وجل ثم أيضا في هذا اليوم قال ارتج إيمان كسرى بفارس وسقطت شرفاته الأربعة عشر قال أيضا انطفأت نار فارس التي لم تنطفئ منذ أكثر من ألف عام وقد امتلأ البيت الذي ولد فيه نورا ورأت وروي وقد رأوا نجوما تدور حول رأسه عليه الصلاة والسلام فكله خير وذكره خير عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ولد كأي مولود وكأي طفل إنه بشر سبحان الله إلا انه كان في حياته يافعا يعني تجد بكبر بسرعة عليه الصلاة والسلام قال حتى عندما وصل إلى سن السنتين صلى الله عليه وسلم جاءت المرضعات وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم لترضعنا ليرضعوا في الصحراء حتى تقوى عزيمتهم وحتى يقوى بصرهم وتقوى بنيتهم باذن الله عز وجل. فجاءت المرضعات وكان من بين هؤلاء المرضعات حليمه السعديه رضي الله عنها وارضاها. فتقول حليمه تقول اتيت انا وزوجي على حمار كان ضعيف وكان القوم يسبقونني فاتيت متاخرا. وقد أخذ الجميع أولاد من مكة وحتى يرجع بهم فبحثنا أنا وزوجي ولكن لم نجد أحد فأشاروا إلينا أن هناك طفل لكنه يتيم الكل من هؤلاء المرضعات كان ينظرن إلى أبي ذلك الطفل لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيغدقون عليهم فنظرت فلم أجد إلا هذا الغلام اليتيم فنظرت إلى زوجي قلت والله إني أستحي أن أرجع إلى قومي وليس معي ولد ولكن ولكن ماذا نفعل؟ فاخذوه على استحياء اخذوه على استحياء حتى لا يقال عنها انها رجعت فارغه اليدين فاخذته حليمه ثم ذهبوا به وارادوا ان يلحقوا القوم من ممن هم كانوا معهم تقول حليمه سبحان الله عندما رايت وجهه دخل سرورا الى قلبي وانشراحا الى صدري وشعرت بحنيه كبيره تجاه هذا الغلام حتى شعرت بشيء غريب قال والله ولاول مره ارى ان الحليب قد ازداد في صدري وسبحان الله العظيم قال وما ان اخذت الغلام الى صدري واعطيته الحليب قال واذا بيدر ادرارا لم يدر فيه من قبل فعلمت ان هذا الولد فيه خير عظيم قال كذلك الحال سبحان الله العظيم وإذا بي هذا الحمار الذي نركبه دبت فيه الحياة وأصبح كالحصان سبحان الله حتى أن زوجي قد استغرب قال سبحان الله العظيم ما الذي حصل ثم دبت بنا قوة وشعرنا بها بانشراح صدر وطمأنينة القلب وأحببنا هذا الغلام منذ أن رأيناه لا إله إلا الله هذا الأمر إنما تم كان بأمر الله سبحانه وتعالى قال ثم لحقت القوم حتى استغرب من كان معي قال يا حليمه ما هذا اليس هذا الحمار الذي ركبت به عندما اتيت الي معنا قالت نعم قالوا لقد كان هزيلا لا يقوى على المسير فما الذي جرى وما الذي حصل فقالت والله لا اعلم فسبق الجميع سبحان الله العظيم ولكن كان الامر مختلف كليا فذهبت به حليمه الى قومها تقول والله ما ان وضعته بالبيت حتى شعرت بسعاده لم يعلم بها احد قال ثم ذهبنا الى الغنم نرعى بها فكانت الغنم ترعى غير غيرها من الغنم وكان الحليب يدر فيها ادرارا كبيرا حتى تعجب من كان معنا في القريه قال فاحببت الغلام ورايت بركته راي العين كم ان لهذا الغلام بركه عجيبه قال ولكن وبقد وبدا ينمو بسرعه قال اشعر ان الغلام يسبق باقيه من الغلمان يفوقهم قرابه السنه او السنتين بحجمه الكبير ولكن بفضل الله عز وجل كان مؤدبا هادئا ما شاء الله قال ومرة من المرات جاءني الغلمان غلمان وقالوا يا أمنا حليمة يا أمنا حليمة لقد حصل لمحمد أمر غريب قالت ماذا حصل؟ قال لقد جاء اليه رجلان يلبسان ثياب البيض، ثم اجلساه ووضعوه على الارض، ثم شقوا صدره، واخرجوا شيئا قلبه، واخرجوا شيئا من قلبه، وغسلوه بتصم اي بطشت، ثم بعد ذلك وضعوا القلب ثم اغلقوه. فخافت عليه حليمة خوفا شديدا فقالت لي لهم ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته بصحة وعافية ونشاط ليس به أثر فقالت لهم ما الذي حصل فأخبرها كما أخبرها الغلمان فخافت عليه حليمة خوفا عظيما وخافت أن يصيبه ضرر ثم أسرعت به إلى مين إلى أمه آمنة وقالت لها هذا ولدك قالت لها لما أصبعت في إرجاعه فقالت لا شيء قالها أصدقين القول لِمَ أرجعتيه فقالت والله لقد حصل كذا وكذا فإذا بآمنة تقول لها أخفت عليه من الشيطان أو من نزغ الشيطان لا والله لن يمسه الشيطان نعم وقد والله لقد ولد ويديه إلى الأرض ورأسه مرفوعا إلى السماء والله ان لولدي هذا شان عظيم وقد رايت فيه ما لم يره احد وان الله تعالى سيحفظه وان الله تعالى سيحميه هذا حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام وهذا ميلاده عليه الصلاه والسلام اخواني احبابي في الله انه يجب علينا ان نعلم سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام من الفها الى يائها حتى نحيا معه وبه عليه الصلاه والسلام علنا باذن الله عز وجل ان ننال ذاك الشرف العظيم ان نلتقي به وان نشرب من يديه شربه لن نظمأ بعدها ابدا اللهم امين اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.